والحمد لله بحال اللي قلت لي مهم شهر 6 هي النقاط. اليوم بون الفرق كان باين، عدلنا الخدمه بحال شي فرقه كبيره بحال اللي قلت لهم سانتا العريت، هادشي اللي داروا سالينا الماتش بزربه والحمد لله. 6-0 مزيانه على الكولا فيراج، مزيانه على كل شيء باش نسالوا العطله. الدراري كانوا عيانين، حطينا لا شونس الدراري باش يدخلوا يكملوا الماتش. راني فرحان من الجروب، قلت لكم عندنا فرقه، مازال كاين الخدمه بيان سور باسكو لاخر العام خلينا كام دي سيتياسيون بحق في لونسومبل سي كيك شوز دو بوزيتيف اليوم. نعم، تقييمك الاداء للعناصر اللي دخلتي شادي رياض ايوب الكعبي ودخلتي بعناصر جددتي الدماء ديال المنتخب الوطني المغربي اليوم، تقييمك لهاد العناصر؟ لا ماشي على دخلت ولا ما دخلتش، بحال اللي قلت حنا جروب اللي كيدخل خصو يعاون، كنامن اي واحد. اليوم دخل شادي، دخل كهبي، عندنا الدراري بدلنا شويه السيستم، رجعنا ل 4-1-4-1 ديالنا اللي مرتاحين فيه. شفنا ابراهيم في جناب، دونك فوالا سي بوزيتيف. بحال اللي كنقول بحق اي واحد اللي كيدخل خصو يحط الاضافه ديالو، وهادشي اللي شفنا ملي دخل سفيان تاهو رحيمي، عندنا ديكارت، هادشي اللي مهمه. نعم، جوج ديال الانتصارات متابعه، اكيد عندك تقييم على ديال الاداء ديال العناصر الوطنيه كلها على مستوى هاد المباراتين، باقي الوقت طويل باش الاشتغال يزيد، كذلك تحط مجموعه من التكتيكات وميكانيزمات جديده. لا بحال اللي قلت ماشي علاش ربحنا اليوم بستا اللي غن ندير السبع اليوم، راني تايق قلتها، حنا خدامين يصبروا معنا، يصبروا مع الدراري، عندنا جروب زوين، دراري كيتقاتلوا كيبغوا المغرب، خصهم غير يصبروا معنا ما يديروش ديك الضغط الخاوي بحال اللي كنقول. ماشي علاش اليوم ربحنا بستا غنبدا نقولها كان عندي الصح، لا ملي كنا كنربحوا بجوج لواحد دابا ثلاث ايام قلت لكم حنا كالموني كالم، حنا غاديين، مازال خدمه بيان سور، مازال كاين دي شوز، مي غاديين في لي شوز بوزيتيف بحال قلت، كاين دي جوار جون، كاين دراري اللي داخلين جايين، كاين لو ريكيليبراج دو ليفيكتيف، وحنا غاديين كنشوفوا القدام ديما. ديما قدام، رسالتك للجمهور المغربي اللي كيبغي المنتخب الوطني المغربي وتيحب وليد الركراكي وباقي العناصر كلها. لا ديما كنقولها انا عارف الجمهور ديما معنا، كيبغي الفرق ديالو، نورمال يتقلق مره مره، وحنا كنقبلوها، وحنا كنخدموا باش ديما نفرحوهم، وهادشي اللي غنديروا ديما. شكرا وليد.